أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نقوم بالتطرق حول الموضوعات التي سنقوم بإعطائها في الأسبوع العاشر. تذكر عزيزي الطالب أننا تطرقنا سابقا إلى مفهوم فن الرسالة وأنواعها، وفي هذا الأسبوع سأقوم بطرح الموضوعات التي سنتناولها في الأسبوع العاشر. فأهلا وسهلا بكم طلابي وأحبائي طلاب الصف السادس. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف الخاصة لهذا الأسبوع، بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي التواصل، المفهوم ذات الصلة الغرض، السياق العالمي الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بتطبيق نوع من أنواع الرسائل وهو الرسائل الشخصية، حيث أنك عزيزي الطالب ستقوم بكتابة رسالة شخصية إلى صديقك أو أحد الأقارب. وتذكر معي كما قلنا سابقا أن الرسائل هي الكتابة الإنشائية التي يتصل الإنسان بواسطتها بغيره، وهي فن من فنون التعبير. وتقسم الرسائل إلى قسمين، رسائل رسمية ورسائل شخصية، أو بين قوسين رسائل خاصة. الرسائل الشخصية هي الرسائل التي يتم تبادلها بين أشخاص يعرفون بعضهم بعضا، بحيث تربطهم علاقة شخصية كالأقارب والأصحاب والمعارف وأمثالهم. عناصر الرسالة غير الرسمية والتي يقصد بها الشخصية، تتألف الرسالة الشخصية من 7 عناصر وهي التاريخ، ويكتب في الطرف الأيسر من أعلى الرسالة اسم المرسل وعنوانه، المقدمة، ورابعا التحية، وخامسا الغرض، وسادسا الخاتمة، وسابعا التوقيع. وهنالك نموذج وهيكل للرسالة غير الرسمية الشخصية، سأقوم عزيزي الطالب بتوضيحها لكم أثناء الحصة الصفية، لنقوم بكتابة الرسالة لأحد الأصدقاء أو الأقارب ضمن هذا الشكل والنموذج. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سنقوم بتطبيق رسالة حول نوع من أنواع الرسائل وهو الرسالة الرسمية. يحاور كل منا الآخرين في مختلف الأماكن ويتواصل معهم باستخدام العديد من الطرق للتعبير عن مسألة شخصية أو عامة، مثل الرسائل والبريد الإلكتروني والتواصل المباشر بالهواتف العادية أو المحمولة وغيرها. ويتميز كل منها بنمط وأسلوب ولغة معينة في الكتابة. وفي هذا الفيديو سنتطرق للحديث عن الرسائل الرسمية بأهدافها وعناصرها المختلفة التي تميزها عن غيرها من الرسائل الأخرى، وهي عبارة عن الرسائل الموجهة إلى فئة معينة كالشركات والمؤسسات أو الوزارات. وللرسائل الرسمية عناصر عدة، منها كتابة عنوان الرسالة، كتابة التحية، وجود تاريخ لليوم، اسم الشخص المرسل إليه، وكتابة موضوع الرسالة بوضوح، وأن تختتم الرسالة بخاتمة قصيرة، وأن تكتب اسم المرسل. وفي هذا الأسبوع أيضا عزيزي الطالب سوف نتعرف على الكاتب أحمد أمين، والذي كتب رسالة إلى ولدي. سوف نقوم بقراءة هذه الرسالة قراءة جهرية معبرة، ونبين نوع هذه الرسالة من أنواع الرسائل، وسوف نتعرف على نشأته، حياته، ووفاته. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع التاسع، مبينة أهم الموضوعات التي سيتم التطرق إليها.
فلا تنسى عزيزي الطالب قراءة النص إلى ولدي قراءة جهرية معبرة مراعياً معايير القراءة الجهرية، وتذكر دائماً أنواع الرسائل والمقصود بفن الرسائل. إلى اللقاء أحبائي وأعزائي الطلبة.